هي الرحلة الخامسة لحجاج بيت الله الحرام. هؤلاء الحجاج من المنطقة الغربية حطت طائرتهم في مطار مصرات الدولي ظهيرة الثلاثاء. ولأن عنوان هذا الموسم حجاج بدون مرافقين، فقد تواجد متطوعو الهلال الأحمر الليبي مصرات للمساعدة في رحلة كان على متنها أيضا السيد النائب العام. ولتفادي الازدحام في المطار، نظم مكتب الأوقاف مصراتة عملية نقل الحجاج إلى مقره حتى يتسنى لأهاليهم استقبالهم ونقلهم إلى مدنهم بسهولة وسرعة. كانت الإجراءات أن يقوموا الحجاج بمجرد نزولهم من الطائرة يتم استقبالهم في حافلات وإحضارهم إلى أوقاف مصراتة، وأيضا حقائبهم كما تشاهدون الآن هم يستلموا أمتعتهم وحقائبهم من داخل مكتب أوقاف مصراتة. عدد من الحجاج وصلوا عن طريق سيارات الإسعاف إلى مقر الأوقاف، والغضب كان واضحا على بعض الحجاج من سفر كبار السن من دون مرافقين. الحاجة أم زكريا تحدثت إلينا عن ذلك. أنا معترضة على هالقرار اللي داروه بالنسبة لكبار السن. أنا واحدة ناس ماشية فرحانة بالحج، قعد نعاني في حجاج كبار السن بالنسبة للحاجات في دور اللي هو 15 ودور 17 حالة هذا منتهيين بالنسبة لصبرات من ناحية الغذاء من ناحية الشمالات الحافظات. استقبال الحجاج في المطار عن طريق الهلال الأحمر ونقلهم إلى مقر مكتب الأوقاف مصراتة ربما خفف من انزعاج بعض الحجاج، إلا أن الشكوى هي ذاتها لدى الأغلبية. صح كانت فيه مشاكل واجدة بالنسبة لكبار السن، وخاصة لما معهمش مرافق تعبوا واجد وتعبوا حتى الناس التانيين اللي معاهم، لكن في النهاية الحمد لله. وكلمة نبي نقول أني نبي نشكر الطاقم اللي جابنا من طائرة من مصراتة، من أصغر واحد كابتن الطيارة، على المعاملة وعلى الأسلوب وعلى الاستقبال لنا. نفس الشيء في مطار مصراتة هنا ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن. ومما زاد من غضب بعض الحجاج هو تأخر بعض الرحلات لعدة ساعات، وخصوصا أن كثيرا منهم سيقضي ساعات أخرى في الطريق إلى مدينته. ويقول موظفون بالأوقاف في وصفهم لحالة بعض الحجاج كبار السن أن من بينهم من نسوا جوازات سفرهم، بل ولم يتعرفوا حتى على متاعهم، في إشارة إلى حالتهم الصحية، ويناشدون الجهات المعنية بأن تراعي هذه الأمور في السنوات القادمة. إبراهيم العبدلي، قناة ليبيا الأحرار، مصراتة.